الاثنين 11 نوفمبر. السلام عليكم ومرحبا بكم في تلفزيون تشات انفو. نبدا النشره بابرز العناوين. في تحولات سياسيه غير مسبوقه، يعود الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الى الحكم بعد 4 سنوات من مغادره البيت الابيض. تواجه حي رضينا المتواجده في الدائره 5 بالعاصمه ازمه حقيقيه، ارتفاع في منسوب المياه مما يعرضها لخطر الفيضانات. مرحبا بكم من جديد. ومثل ما قلنا في العناوين، الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كان في منصبه من 20 يناير 2017 لحد 20 يناير 2021، يعود ليتولى رئاسه الولايات المتحده للمره الثانيه في سن 78 عام. فاز بالانتخابات على كامالا هاريس في 5 نوفمبر 2024. مزيد من التفاصيل مع الزميل عبد العزيز محمد ابكر. الرئيس الجديد حنا الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ما قبش خدمته حاليا كده، إلا برجع الحفلة انت التنصيب حقه الخصصوها تبقى يوم 20 يناير الجاي قبل بجي رسميا في بيت الأبيض. وهو بس كان فاز في الانتخابات الرئاسية قدامها للمترشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال 5 أيام. خلاص العودة في بيت الأبيض ده شكروها كثير من الناس هنا في عاصمة أنجمينا. في سنة 2017 تهد رئاسة دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية خطتها لتشاد في خائمة السوداء. القرار ده جاب مناقشة مرة واحد، العودة عن الجمهوري في بيت الأبيض ده حل ما تجيب تأثير لتشاد. وكان بجانبه لدكتور يامينجي ده عالم سياسي قال المشي عن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للطلاب أو كمان الناس البمشوا للعمل يبقى صعب في أحد دونالد ترامب. أما كان للناس البمشوا لاجتماعات أو كمان ندوات أو لأي خدمة آخر إدارية ما بواجهوا صعوبات مثل الأول. بس المرة الأخيرة بكون دونالد ترامب يفوز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية عينوا في سنة 2017، والمرة دي يعينوا في سنة 2020. تواجه مدينة مندو من جديد نقص في الوقود أو الإسانس، ارتفاع في الأسعار، سواقين السيارات قاعدين يعانوا في السعر. وفي الظروف الصعبة دي المستهلكين قاعدين في حالة حرجة وما عارفين يتوجهوا لياتو عشان يقدم لهم المساعدة. عبد العزيز محمد أبكر والتقرير. الأدم عن الوقود ضرباها لمدينة مندو، عند أسبوعين خلاص اللقيان عن البنزين بقي مشكلة مرة واحد في محطات هنت الوقود، تجيب مدة هنا ساعات قبل لتلقى البنزين تملى وتيرك أو كمان موتو هناك. قدام الحالة دي المسائل المكلفين بالقطاع البترولي قاعدين بيضافوا، وكان لسيادة الموتيات أو كمان الكلندومان قالوا الأسباب حنا عدم البنزين ده يبقى من مكان آخر ما في مندو. ونشير بكونا مدينة مندو عندها 18 محطات انت الوقود، وحاليا كده ما في اي محطة من ضمن المحطات ديل قد تنتي بنزين للمواطنين على حسب المطلوب. حي رضينا القاعد في الدائرة 5 او سينكيم اروندسما بالعاصمة قاعدة تواجه خطر كبير في الفيضانات مع ارتفاع المياه، عندها اسبوع او اكثر التنقل هناك بيجي تحدي شبه المستحيل. الشوارع غرقانة ومليانة بالألمة، حركة المرور معطلة وقاعدة تعيق حركة المواطنين. عبد الرحمن عثمان يحيى والتقرير. جزء من حارة رضينا محاوق بالألمة مثل ما ظاهر في الصورة، والسكان عاجزين من مواجهة فيضانات هنت السنة دي أسباب دا قمه بسوين هنا سدود مؤقتة. الفيضانات دي أسبابها ارتفاع منسوب هنا ألمي هنا نهر شاري ولوغون اللي يا حسا ما زال يشكل خطورة للسكان. أنا دا تعبانين مرة تعبانين في اللي هنا دا شوفوا شاري دا أسألهم كده كل الدرب ما فيه مكان دا إنا مدرسة جامعة أنا جمعة
ودابا الشارع الكبير الناس كل يمشوا يجوا فوقها يالي يجوا يمشوا مدرسة يمشوا أكل كل دابا الدرب ألم داكو السخير ياقا نقول كتون ومرقو نقول إني ما نقدر ولا نمشوا خدمة ولا نقدر نسوي شيء المدى أقلانا جابوا لنا تراب ساعدونا كل وتدلسة أين أمليال شيء في مكان دا المدى دخلانا. ومن جانبه أكد عمدة الدائرة الخامسة بشالين الإجراءات الملموسة في مواجهة ظاهرة الفيضانات دي فعنينا ك سنكي مرانسوما سيونا جنو في مكان دا قمينا avec ma chef de carrière gina ma délégué de quartier الناس اللي بيحتاجوا تراب سبينا لهم فواياج انا تراب واللي بدوروا ساك كله انتنام الساك فبعد ده كل بتان قلنا ما يكفي يعني مال بتان لقينا دعم من بروجي بليه جينا نكرنا كانيفو لسا افيني بيزودا من خشم هنا بكر موسى لسا بكان جاي المي ودي بها رمينا وشلنا لكن كيكي لحد جينا لمينا ما بوتا لهنا امريكي بي من امريكي بي على ينفس يمشي ديجيل من ديجيل على يمشي شيا كي ينفس. السنة ضربت الفيضانات مناطق معينة داخل العاصمة انجمنا بشدة مثل كارتشي سبانغالي وباري كونغو وغيرها من حارات هنا العاصمة. وفيما يخص الأخبار المختصرة والأساسية والمقدمة من تلفزيون تشاد انفو مع الزميل جعفر عمر أبو بكر. القوات هند الدفاع والأمن هنا تشاد كان بطلت ل 96 من جماعة بوكو هرام وده في خلال اشتباكات البيجي يوم 9 وده حسب البيان المرق من القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 10 نوفمبر. والعملية دي هي تعتبر جزء من العملية العسكرية المعروفة بأسكانيت شالوا 107 أسلحة وثلاثة أسلحة جماعية زيادة كمان دمروا 6 مراكب استخدموا المتمردين. بالنجاح العسكري السلطات تتأسف بفقدان هنا 15 جندي تشادي في ميدان هنا الدواس و32 كمان انجروه ونقلوهم كلهم لأنجمينا للعلاج اللازمة. القوات المسلحة التشادية قادت تواصل في المطاردة والتفتيش من فلول هنا جماعة بوكو هرام ده على حسب خشم الكلام هنا الجيش الجنرال شانان إساكا الشيخ بقول في حالة من الفوضى وقال الودي والحالة قادت تحت السيطرة تمام وطلب من السكان خليه يكونوا حاضرين. الأمين العام لوزارة الصحة العامة داباسوغي داسو أطلق يوم 11 نوفمبر 2024 ورشة هنت الأمل لتقييم هنت السنة الثانية والتخطيط للسنة الثالثة من برنامج هندعم المراكز الصحية وده بالتمويل من التعاون السويسري. المنسق هنباتس الدكتور غابانغو رحب بالمشاركين الجاي من المقاطعات المستفيدة لتعلم الدروس وتحديد الأهداف الجديدة. من جهة المنسق هنتعاون السويسري جو نارينباي رحب أيضا بالاجتماع الحاسم للتقييم عن البرامج وبقدم الأولويات ومن ضمنها كمان الموارد البشرية والبنية التحتية ومكافحة الأدوية المزيفة. داباسوغي داسو وضح بكون الباتس الهدف منه ليقو النظام الصحة وفقا لمنظمة الصحة العالمية الأومس ويستفيدوا من الخبرات من أجل الوسيئين المحتمل. وكذلك شدد لأهمية تقييم هنا النشاطات القديمة ويحقق بالتعاون مع سويسرا من خطة هنت الأمل للسنة الجاية مع كمال هنت البرنامج في سنة 2027 وأيضا شجع بالتبادلات المثمرة ليعزموا فوق النتائج لسنة 2025. توفي زوجان في حادث المرور في الدرب الماشي لبونغور وغلندنغ. الحادثة بيقى لبود 8 كيلومترات من مدينة نغلندنغ بمقاطعة مايوكي بي الشرقية بعد ما مقبلين من الزري في فجر يوم 9 نوفمبر. الزوجان ديل حسب راديو تير نوفيل هنا بونغور قال هم كان اصطدموا بوتير كبيرة شاحنة تقيلة وفارقوا الحياة في نفس المكان. وبات الكونستان والملاحظات من جانب هنا الكوماندا هنا الكور هنا غلندنغ واحد قاضي الجيش دي بي امر بتسليم هنا جثث دول للاسره والضحايا دول خلوا وراهم 9 اولاد.
بعد ما تشاد انفو نشرت الفيديو اللي يظهر فوقه مردنوم ناتالي القاعدة تعاني من 30 يناير، حضر مجموعة من الأطباء الشباب لزيارتها مطالبين بتقديم المساعدة لها. بالرغم من ذلك أشادوا أيضا بالأفراد البرغبوا في تقديم يد المساعدة خاصة للأرملة في ظروفها الصعبة. الدكتور عبد الملك رئيس قسم جراحة العظام والحوادث أتكلم في ميكروفون نشاد إنفو بشأن الحالة دي، نسمع جزء من كلامه. عني شبنا ريبورتاج عن نشاد إنفو دونك شبنا ده خلنا مروه ما نقدر نخلوها مشي لك دونك ابسولومون اون سي موبيليزي ما ميديسان دول كنا نمشي نشوفو سو نقدر نسولها دونك شلنا اليوم فوجر امبيلونس ماشا شعلا جابا في لابتال سوينا لها كشف دول في حسن درون جايزوا لي عملية رجلينا ده وقت دخلوا لها حديد في بازا وادين ده ماكرب وكم هي ما عنده جروزة رجلين ده هو وادين ده طلع فوق حديد ده جاي دي بابي نم إلا نمرجو حديد ده قبله ندلوا له رجلين ده عدين لإن شاء الله تلقى عافية وتكبر بإياله. أدمبي إن ده فوقه بينفني ده بس هو الشاب المتخرج في مجال الإدارة يقوم بجولة في العاصمة لبيع القهوة على الرغم من التحديات والصعوبات القاعدة بواجهها. نجح الشاب في إنشاء نشاط يولد لي دخل إضافي وتعزيز حياته. عبد العزيز محمد أبكر والتقرير. كل ما فجر بنفس الوقت بينفني قاب بمشي في شارع غوندول أي أفيني غوندول في البكان دبس قاب بيشكم كافي حق البروق فوق. الزباين حق أغلبهم الطلاب هنا جامعة إمي كوسي والناس اللي بمر بالطريق ده قاب بيشكم الشاهي وعيدنا القهوة بعشرين ريال هنا فرانكا سيفا. المبادرة دي بالهين يقد تفرهم لزباينا لعشان ما يبدأ بالخدمة دي الشاب اللي عنده شهادة ليسانس في العلوم الإدارية ده قال هو تشكم تلفونه قبل بدأ بالخدمة دي لكن اليوم هو عنده عشم وطموحات كبيرة في خدمة القام بها دي ونشر بكونه بعد 6 شهر هنا الخدمة بينفني ما ندم بتغيير هنا الليسانس حقا بخدمة هنا سوقنا الشاهي والقهوة. أعزائي المتابعين والمشاهدين بالخبر ده وصلنا لنهاية نشرتنا لليوم. تلفزيون تشاد انفو وفريق عمل تشاد انفو يتمنى لكم جميعا السلامة والصحة والعافية في رعاية الله.